جايز، يس غبرنا وعارفين راسنا مقصرين معاكم، ولكن راكم عارفين الكوليكسيون ديال الشتا كتكون كبيره بزاف، كيكون خصك توجد بزاف د الحوايج، هادشي علاش كنا غابرين. زائد الليدر كدوز بواحد الوعكه صحيه، الله يشافيها يا ربي، وديو معها في لي كومونتير. دابا نوريكم بعض البروداكت، ماشي كلشي حيت هادشي اللي غنوريكم باقي ما نزل، ولكن قلت علاش لا نديروا واحد الفيديو خفيف ظريف هكا شويه نوريكم، ونشوفوا حتى شنو نقدروا ناخذوا في الشتا، زعما من بين الاساسيات اللي خصهم يكونوا عندنا في الشتا. انا حيت الاخرين خليت هادو ضروري خصهم يكونوا عندكم في الماريو ديالكم. كتقدر تلبس تحت منه قميجة هو من الفوق، كتقدر تلبس تحت منه تريكو هو من الفوق، تقدر تلبسو فوق قميجة وتخليه محلول، فوق تريكو تخليه محلول، تقدر تكون ستايلش كتار وديرو فوق جاكيطة ديال الجلد كيما كندير انا. كاين بزاف كيجيو كاجوال، وفي نفس الوقت تقدر ترجعهم حتى كلاس، تقدر تخشيهم في السروال اوف كورس، تسدهم بالصدايف هكا وتخشيهم في السروال، ولكن يكون كيجيك واسع شويه. هذا اللون ديالو راه الكاميرا ظالمه، اما هو جا بحال كاكي ولكن مع الضوء ضار فيه. نجرب نبدل ليه البلاصه ونشوف كيبان، نجرب ندير ليه هكا. ها هو لونو، يعني ماشي اورانج كما كيبان، وعندو هاد الصدايف بحال هكا بحال لي وريتكم قبيله، زعما مزيان هادي تشريوها تستثمروا فيها، كنسميها استثمار حيت ما كيدي موضه وشو ديما كتبقاو تلبسوهم وزوينين. لازم شكلين حتى هما باقي ما نزلوش، كنسرب لكم بواحد الاريحيه ما يمكنش. المهم هذا عنده العنق جا هابط شويه تقريبا بحال هذا اللي انا لابسه، حتى هذا من هدادش، هذا جا خفيف شويه عنده هفاك انت حيت تسمحوا لي وصافي حيت على التصوير. هذا هكا جا خفيف شويه، تلبس تحت منه شي حاجه وتلبس فوق منه شي حاجه. طبعا هذا جا صوف خفيفه، ومن هنا عنده هاد لي ديتاي. هذا ابيض عادي، هذا فحال هكا غري حتى هو خفيف شويه، وهذا كحال هذا كود كور، كيعجبني بزاف بزاف بزاف، تلبس مع بزاف الحوايج. وخنايا عندنا نوت بوك صغار، وكل نوت بوك كيمشي مع السيلو ديالو بحال هكا، وديجا راه كاين بزاف. انا نوريكم غير هذا حيت الستوك يعني الاخر ديال الاتش تي ان كاين عند ميري، وهي اللي غتكمل لكم التصوير، يعني لا تبدل الصوت ولا شي حاجه حيت حنا تيم، يعني ما كاينش غير واحد، باش الا تبدل الصوت اولا شي حاجه تعرفوا شكون كيهضر معكم. سلام. مهم اليوم عندنا هذا طفاسه جدادين ديال الاتش تي ان، مهم بحال هيدا كيجيو عندهم هذه الشده هذه ديال هيدا كتفتحها. مهم كيجيو اللي عجبني انا هنا بزاف هو الديزاين هنايا، كيجي هيدا يعني مهم بحال هيدا. وعلى حسب الديزاين الستيلو اللي كيتمشى معاه، عندها هذا اللي كيقدروا يعني كيجيو مع هذا الدفتر، يعني نقولوا حنا نوت بوك، وعندنا هذا عاود او عنده في الجهه هيدا، كيمشي معاه بحال هاد. المهم نفس على حسب لي كولور زعما بحالو بحال هذا. فوالا تادا. زيد لا لا هيدا هيدا شبيبة شي ديك القايلة بزاف صافي. شوف كيف جات في التليفون، واخا ولات زيد على يدك باش تبان له. اوكي هذا كريل هادشي كامل تجبرو في اتش تي ان قالو. هادو هنايا اليوم عندنا بزاف تصوير، اللي دار مريط الله يشافيها. امين يا رب. سو ورك 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 فايتين فايتين يس.
لهنا ينسرب شويه حتى هي تسريب. كاين هذا الباك هذا كروشي فيه هاد الديتاي، هاد الديتاي فحال هكا جا فحال سليله فحال هكا. وكاين هاد هادي هي بوشيت ديال التليفون، وفي نفس الوقت تقدروا ديروا فيها بسطام ولا شي حاجه وديريها وحدكم وصاكم ولا محفظتكم راه عندكم باش ما تبقاوش مروين. هذا ماشي تسريب، هذا ديجا نزل. هذه البياس الوحيده اللي بقات حيت تبارك الله كان عليهم واحد الطلب، وميرسي بوكو بوكو لكاع الناس اللي خداوهم وعجبوهم، ميرسي بوكو بوكو. سو هذا هو القطعه الوحيده اللي بقات وصافي. ما عرفتش واش غنزيدو زعما نزيدو نخرجو من نفس الشكل، هو اوف كورس عيجيو زعما بهذا الساك ديال الكروشي وهو بوشيت ديال التليفون، ولكن ما عرفتش واش بنفس الشكل بنفس الالوان ولا لا. باقي ما هضرناش على هذا الموضوع وصافي، هادشي اللي كاين. وميرسي بوكو، ثانك يو فور واتشين. والفيديو كان خفيف ظريف غير باش حيت تعطلنا وبغيت نرجع ونوريكم بعد لي بياس. ان شاء الله في 2022 غيكونوا عندنا بزاف د حاجات جداد، غير صبروا شويه بيد ما التيم يجمع بعضياتو اللي دار توقف على رجله دعوا معاها، وان شاء الله يكونوا بزاف الحاجات. الا بغيتوا تشوفوا شي حاجه في تيم ميسام ولا قولوها لينا ولا صيفطوا لنا ميساج في لاباج اوفيسيال ديالنا في انستغرام ونديروها لكم ان شاء الله. وميرسي بوكو، ثانك يو فور واتشينغ.